إلى قطاع التعليم العالي، فتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي تحقيقا حول عدم انطلاق الدراسة ببعض الجامعات، رغم أن ظروف هذه الأخيرة تسير بشكل عادي ولا وجود لأي مشاكل يمكن أن تعرقل انطلاقها، حيث تم إرسال مفتشين من الوزارة للوقوف على عدم انطلاق الدراسة في بعض الجامعات على الرغم من عدم وجود أي مشكل، مضيفا أن الوزارة على دراية بتلك المشاكل التي ترسلها إليها المنظمات الطلابية عبر التقارير التي تتعلق بعدم احترام بعض المؤسسات الجامعية لما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الدورية السابقة. كما أكد وزير التعليم العالي تأكيده بعدم وجود نية لدى قطاعه لخصصة قطاع الخدمات الجامعية، مشيرا إلى أن الندوة الوطنية المزمع عقدها نهاية 2017 ستقوم بإعادة النظر في هذا الملف، وكذا في طريقة الدعم الذي تقدمه الدولة للطلبة. إلى موضوع